استقبل جلالة السلطان عبد الله بن السلطان أحمد شاه ملك ماليزيا في العاصمة الماليزية كوالالمبور معالي الشيخ سلمان بن إبراهيم الخليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم. وأعرب رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن اعتزازه بالجهود التي يبذلها جلالة السلطان عبد الله في خدمة كرة القدم الآسيوية على امتداد السنوات الماضية، حيث شغل جلالة السلطان عبد الله منصب نائب رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، كما تولى رئاسة اللجنة المنظمة لكأس آسيا 2015 ورئاسة لجنة التطوير في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، كما انتخب عضوا في مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم وترأس مجموعة عمل الحوكمة في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم. وأثنى معالي الشيخ سلمان على جهود جلالة السلطان في خدمة اللعبة من خلال مناصبه المتعددة في الاتحادين الآسيوي والدولي، مشيرا إلى أن إنجازاته وما تركه من إرث مميز في الترويج للقيم الرياضية النبيلة ستبقى محل تقدير واعتزاز.